السلام عليكم. راح نبدي اليوم بالآخر يوم بالبايثون ووركشوب. أنا ما صورت الحقيقة من كنا بالقاعة، لكن بناء على طلب المشتركين راح أعيد تسجيل الشغلات اللي انطيناها بالمحاضرة. أتمنى الأمور تكون واضحة. بهاي المحاضرة راح نشرح الفايل، شلون نتعامل ويا الفايل حتى تكون الأمور تتنفذ عندكم. شنو أريد من عندكم؟ أريد بكل بساطة ترحون على الحاسبة مالتكم، أوكي، ترحون على السي، أوكي، وعلى اليوزر، اليوزر مالتك تسوي فايل، أنا سميته زيت، كيفك تريد تسميه زيت على مود نفس الكود، تريد غير اسم على راحتك. ايش تكتب بهذا الفايل؟ تكتب لي this is line 1، this is line 2، this is line 3. اعيد، نروح على C، على C مال حاسبة، اروح على اليوزرز، اروح على اسم اليوزر مالتك، مثلا اني سنة صباح، وتروح تسوي فايل نوعه txt، يعني بكل بساطة حتقول له new txt document، تختاره، سمي z فقط، وتكتب بي this is line 1، this is line 2، this is line 3. هذا ليش سويناها؟ على مود يتنفذ عندكم الكود، تمام؟ نشرح اليوم. حنقول reading file، طبعا هذا الكود ما راح تنفذه. ليش؟ لان هذا يجيب فايل من الكلاود، انا ما راح اسويه. يجي منين راح اجيب الفايل؟ راح اجيبه من حاسبتي، هسه الزت اللي انا سويته. شلون اقرا اي فايل؟ اسوي فايل اوبجكت، اوكي، اي اسم تريده، واستخدم فانكشن اللي هي الاوبن. هاي الاوبن شنو تحتاج؟ تحتاج الباث مالتك. احنا شنو كان الباث مالتنا؟ كان الباث مالتنا سي، اوكي، اليوزرز، اسمك مالت اليوزر اللي انا كان سنه صباح، وبعدين نخلي اسم الملف اللي هو الزيت دوت تي اكس تي. المود مالتك هنا نختاره اذا نريد ريد او رايت. احنا هنا هذه اول سكشن بالوركشوب، المحاضرة العفو، اللي هو شلون اقرا من الفايل. الفايل مالتنا هنا هو طبعا اسمه زيت، هنا نقدر نقول نسميه زيت هذا، اوكي، حتى يعمل ويا مالتنا، اوكي، زيت دوت تي اكس تي مالتنا بهذه المحتويات مالته. اريد منكم شغلة هاي جدا ضرورية، هاي راح شوية اسوي زوم للشاشة، خل اشوف شلون اقدر اسوي زوم، اوكي. اريد منكم الكود هيجي يتغير، اوكي، ايش حسوي لي؟ ار، تفتح سنجل كوتيشن، تكتب بيه الباث مالتك اللي هو سي نقطتين يوزرز، وانت شنو اسم الحاسبة مالتك؟ انا اسمها سنة صباح زد دوت تي اكس تي. هاي فقط اللي راح تغيروها بالنوتبوك، ارجوكم انتبهوا على مود يتنفذ الكود، هذا اللي راح تغيروها، والباقي كله نفس الشيء، بس غيروا بالبداية هذا اللي هو الباث مالت الفايل، تمام؟ راح اسوي لها كوبي على مود بالفيديو تكون واضحة ينكم. هسه شو نسوي؟ نسوي ران، ما طلع عندي غلط، يعني شنو؟ يعني الفايل لقى. هسه اذا اريد اجيب اسم الفايل او الباث مالت الفايل، بكل بساطة تقول له فايل دوت نيم. هسه احنا شسوينا؟ خلقنا اوبجكت، هذا اوبجكت وليس variable، هذا اوبجكت. الاوبجكت شنو بي؟ بي محتويات الفايل اللي هو الزيت. هسه ابدي استخدم ميثود. الميثود شلون اعرف هاي ميثود؟ ورا الاوبجكت، اوكي، ورا الاوبجكت او ورا الفانكشن اكو نقطه وبعدين اسم الميثود. فالاوبجكت هو اسمه فايل 1، اسوي نقطه واخلي الميثود. اول ميثود راح استخدمها اللي هي اسمها نيم، يعني اريد الباث مالت الفايل. من انفذه راح يجيني الباث. انتم المفروض يجيكم نفس الشيء، بس هنا فرق اسم اليوزر بالحاسبه مالتك. هسه عندي ميثود اخرى اللي هي المود، اريد اعرف هذا الاوبجكت مالتي هسه مود ريدنج لو رايتنج، انا مخليتها ريدنج، تمام، فراح انفذه، راح يطلع لي ار، تمام. بعد شنو الميثود الاخرى اللي اقدر استخدمها بالفايل اللي هي الريد،
اللي هي الريد أقدر أقرأ من هذا الفايل، وخليتها بمتغير سميته file context. من أجي أنفذ طلع لي this is line 1 new line, this is line 2 new line. شوف هاي slash n يعني شنو دا يقول لي؟ دا يقول لي الفايل مالتك نزل سطر. ريفيو سريع، أقدر أقرأ الفايلات عن طريق الأوبن. الأوبن ترجع لي فايل أوبجكت. أوكي أوبجكت، بما أنه أوبجكت يعني إلا ميثود، شخذنا يا ميثود أخذنا النيم ترجع لي الباث، وأخذنا المود ترجع لي هو يا مود، وأخذنا الريد تجيب محتويات الفايل. الأوبن شن تأخذ؟ تأخذ الباث واسم الفايل والمود مالتي ريد أو رايت. أهم شغلة ما ننساها جدا مهمة، إنه أنا لازم أسد الفايل. أوكي لازم أسد الفايل مالتي. أوكي نانا شو أقول ليش؟ يا ميثود الفايل أوبجكت ودوت كلوز نسد الفايل. أكو طريقة أخرى أفضل لفتح الفايل، شنو هي هاي الطريقة؟ اللي هي with. with open ليش أفضل؟ لأن هاي ضمنيا تسده، هذه الكود ماكو داعي تسده. ليش؟ لأن هي من وحدها راح تسد الأوبجكت ورا ما تقرأ. فإذا هاي with open شو تسوي؟ راح تفتح الفايل وضمنيا تسد. فمن تقول له with open هنا تعطي اسم الفايل أوبجكت، يعني ماكو داعي تقول له file one يساوي، لا هو تقول له with open افتح هذه وقبل خلي لي بالفايل اوبجكت وقبل اقرا لي، تمام؟ اذا ننفذها طلع لنا محتويات الفايل. فما نحتاج انه الفايل كلوز. ليش؟ من هيك حيقول له فايل 1 دوت كلوز ايش حيقول لي؟ ترو. اذا شنو الفرق؟ احنا مره استخدمنا فايل، شو استخدمنا؟ استخدمت مره فايل 1 اللي هو الاوبجكت dot close، استخدمت هذه method اللي هنا شفناها، هذه method هاي تسد الفايل، هاي تسد الفايل. لكن إذا أريد أشيكه مسدود أو لا أقول له هيجي، هاي مو ما حتسد الفايل بس تشيكه مسدود أو لا، حتقول لك true or false. تمام. ناني شرح للأوبن، تقول لك الأوبن هي تقول with وتستخدم function الأوبن تخلي الباث مالتك أوكي أو الملف اللي ريد اللي أنت تريد تقرأ، وهنا تقول له اسم الفاريبل اللي هو الأوبجكت، وهنا تقول له ريد وتطبع المحتويات. هنا إذا ما أريد أقرأ كل الفايل، إذا أريد أقرأ مجرد جزء معين بالفايل، شون؟ بكل بساطة تفتح الفايل بعدين تقول لي أريد أقرأ فقط الرابع. أوكي إذا نروح نشوف إذا نريد هنا نقول له run، شو راح يقرأ لي؟ راح يقرأ لي بس أول أربع حروف من الفايل. إذا نستذكر الفايل مالتنا شون شان، كان الفايل مالتنا بالسي، فايل بالسي باليوزرز سنة صباح، آخر واحد اللي هو الزت. إذا فتحه كان إذا أريد أول أربع أحرف راح يجيب لي this، وهو فعلا هذا اللي إجاني. إذا لا أريد بالبداية أقرأ this أول أربعة، بعدين حقرأ ثاني أربعة اللي هو ثاني أربعة منه يعني السبيس والis والسبيس، بعدين آخر أربعة اللي هو line، أقول له بالبداية اطبع لي أول أربعة ثاني أربعة ثالث سبعة والخمستعش. إذا أنفذ بالبداية هيجي راح تكون عملية الطباعة شيء جدا بسيط، أخذ أول أربعة ثاني أربعة سبعة والخمستعش. شرح جدا وافي بالنوتبوك العفو مالتنا. نقدر نقرأ لاين لاين، مو بس حروف، لا سطر كامل. شون نقرأ سطر كامل؟ تقول له file dot read line. كم ميثود صارت عندنا؟ صارت عندنا النيم، صار عندنا الريد، صار عندي الريد لاين، صار عندي الكلوز، وصار عندي الكلوزد.
اللي هي تقول لي true or false. اوكي هسه راح نشوف شنو الرايت. انا داش راح بسرعه على مود يكون الفيديو قصير تقدر بسرعه تحمله وتشوفه. هسه راح نشرح الرايت. الرايت نفس الحاله لازم تغيرون الكود ايضا هنا بالنوت بوك. راح اكبره راح اكبر. اريد من عندكم على مود اكتب على فايل ايضا اقول لوذ. على مود اكتب على فايل لازم افتحه. اذا بكل الاحوال اقرا واكتب على فايل لازم اني استخدم الاوبن. زين شو اللي راح اكتب عليه؟ راح اكتب على نفس الفايل مالتي نفس العنوان ايضا اكتب ار سي يوزر اسمك واسم الفايل، لكن هالمره ايش راح اكتب؟ دبليو. اذا بس هاي عافيه غيروا اياها بالنوت بوك ضروريه. اوكي وهالمرة يابا شنو اريده؟ اريده رايت. شوفوا هنا اقول له يابا اريد اكتب. ايش راح اكتب هالمرة؟ راح اكتب this is line A. بس اريد اشوفكم هذا الزيت شنو كان بي وشون راح يصير ورا ما اكتب. انفذ الايعاز تنفذ. اذا اروح افتحه للزيت نفسه شوفوا تغيرت. ليش؟ لان استخدمت البايثون على مود اكتب بالتكست فايل مالتي. اذا اريد اتاكد انه اني فعلا كتبت راح اقرا مجرد اقول اريد وفعلا شفت الكتابه متغيره. اذا اريد اكتب سطر لاخ ايضا راح انفذ هنا. ايش صار؟ صار هنا شوفوا شنو المشكله؟ المشكله انه اني ما غيرت الباث. راح اغير الباث مالتي نفس هذا ما ننسى. اغير الباث مالتي ونفذ راح يتنفذ عندي. هسه من اجي اتشيك اشوف شنو مكتوب عندي. شفت this is line A و this is line B بالكود قدرت اكتب بالحاسبة. اوكي فكتبت اول لاين كتبت ثاني لاين. نقدر ايضا نشيك انه الفايل مكتوب له لا. ايضا ما ننسى نغير هذا الباث اغيره تاكدت والله this is line 1 و this is line B. اذا اريد اكتب بعد this is line C ايضا اغير الباث اخلي الباث الجديد مالتي وانفذه تنفذ البرنامج حتى اتاكد. ايضا لازم اقرا ايضا نغير الباث مالتنا واتشيك. شفت هسه لاين سي انضاف. واذا ارجع للدوكيومنت مالتي افتحه للملف راح اشوف this is line A والB والC تتنضاف على الفايل. اوكي نقدر نحطها بليست بدل ما اني كل ساعة اكتب كل الحكي اللي اريده اخليه بليست. زين وافتح الفايل افتح الفايل افتحه ويمشي على الليست بالفور بالفور فور. هذا متغير كيفي اقدر اغيره بقول له اقول له يابا بهذا المتغير بهذا المتغير امشي على جزء جزء بالليست واطبع لي لاين لاين. جدا بسيطه. اوكي هنا شنو جدا يقول؟ ها مو اني ما نفذت الليست لازم انفذ الليست. ليش جدا يقول لي هسه الغلط؟ يقول لي انت اللاين ما موجوده ما عندش ليست اسمها لاين. اقول له صحيح فعلا اني اسفه المفروض انفذ اللاين. من تنفذ هسه تنفذ هذا الكود الثاني. بالبدايه لازم انفذ اسوي الليست وانا ما اسوي الليست يلا اكتب الشغلات الموجوده بالليست بالفايل. اوكي اتمنى هاي الامور واضحه البقيه كلها بسيطه. ممكن اسوي كوبي للفايل يعني اسوي كوبي من فايل الفايل. شلون ايش حسوي هسه؟ اني راح افتح فايل اسمه نفس الفايل الاصلي مالتي. اوكي اللي هو الزيت اللي هو موجود حفتحه وافتح فايل اخر مثلا حسميه تي. طبعا الفايل عندي مو موجود خلي اشوف يطلع لي غلط الا اخلقه له هو حيخلقه من وحده خلي نشوف. فقلت له بالبدايه افتح الفايل مالتي الموجود وافتح لي فايل اسمه تي وانقل من فايل لفايل. راح انفذ
اي والله قبل، يعني هسه المفروض من اروح انا هنا شوفوا خلق من وحدة فايل جديد اسمه تي، ما كان موجود. اذا الاوبن تخلق لي فايل من وحدها شوفوا، ومن حفتحها حيطلع بي نفس الكتابة بالذات. اذا تقدر تخلق فايل جديد بالاوبن، نخلق لي هنا فايل جديد ونقل المحتويات مال فايل زيت الى فايل تي. طبعا شرحي سريع بس على مود يكون الفيديو خفيف، وعدكم النوت بوك بس مجرد الباث غير ليها بالنوت بوك، وراح اكتبه ايضا بالفيديو على مود يطلع عندكم واضح. واي سؤال اي استفسار تقدرون تراسلوني على الفايبر واتساب او تكتبوا لي بالتعليقات. نشوفكم بخير، وان شاء الله الامتحان مالتنا حيكون باكر، راح ادزلكم على جروب الاسئله وتجاوبوها، ولكم ساعه لحل الاسئله. مع السلامه.